كام؟ لا لا دي ما ينفعش في ستيل شوتس بتبقى وحشه قوي. مش لا لا وحشه. قول طب انا عايز نسيت امسك راجل بويز. بالظبط تصور كده. طب ثانيه يلا روح كلمه بقى مرو كلمه للكاميرا. هو دي معمول لها زوم ولا ايه؟ انا حاسس ان هي معمول لها زوم. لا مش معمول لها زوم. قول اي حاجه يا مرو. يعني والله انا سعيد باليوم ده. يعني الدفعه بتجتمع بعد ما اتخرجنا من الكليه. كانت ايام لذيذه والله. تصفوا وانت يا مايكل ايه؟ وانت بتصورني يعني ولا بتصور؟ قول طب كلمه للكاميرا. كلمه للكاميرا وللتاريخ. وللتاريخ فكره السلفيين دول ناس زي الفل. مين تاني؟ سمير كلمة للكاميرا انت وطارق. بنحب مصر. احنا بنحب بنحبك يا كابتن. فاروق وبرغالي. طارق كلمة للكاميرا. اها احلى دفعة في التاريخ. على دفعة. وانت يا برغالي صراحة يعني اعظم دفعة انا عديت عليها. هو بعد الجيش بجد يعني احسن جيش في مصر. هو الجيش المصري ده الجيش عشان اعظم دفعة عديت عليها 2011 دول الجيش. وانت يا عرابي. لا قلت انت قلت ما قلتش حاجة يا عرابي. خلصنا. انت ما عندكش كلام تقول. الكاميرا دي ايه؟ سوني؟ سوني؟ مش عارف. مين ناقص؟ في حد ناقص؟ في حد ناقص؟ ايه؟ شغال فين دلوقتي؟ شغال قشطة. انا فين؟ فين البوز بتاعها؟ على تامر رؤوف بيعمل اول الشارع. انا احب نجيبه.